بتاعك النهاردة يبقى نهايتك. هجيبك المرة الجاية. حاجة كده على السريع. اقرب واحاول اخلص عليه. ايه اللي بيحصل؟ الكترو راحت عليه. أعتقد إن ده سبايدر مان. لو المدينة فعلاً تهمك كنت أكيد ساعدتني أفضح أوسبورن المجرم عن طريق قتل الأبرياء. كانت رجعت لي قوتي. أنت مريض محتاج مساعدة. عندي كل اللي محتاجه ومش هقف غير لما نورمان ياخد اللي يستحقه. أنا بكره لما بيتحدوا. أنا بس عايز أخد نفسي. الساعة كام؟ مش ممكن. لازم اعرف يوري. يوري النسر والكترو وقعوا. فاضل اربعة. شفت ده؟ لاحظت برضو ان في سطح في تايم سكوير انفجر. الموضوع ملوش علاقة مش كده؟ مش هيفوتك حاجة. كان مكان ادارة اوكتيفيوس للامور. بيستخدم الاشرار على شكلتين قصر. النسر والكترو كانوا بيستهدفوا محطات كهرباء. والعقرب كان بيسعى للمية. معرفش بالظبط راينو هيعمل ايه. لكن هي حاجة ليها علاقة بالساحل. ده كويس كبداية. بيتهيالي انك هتفضل ورا العقرب. ايوه المدينة خلاص بتضيع. لو فقدنا المياه النظيفة يمكن ننتهي للأبد. هبقولك على التطورات. خطة كويسة. تعرف ايه اللي عجبني فيك يا ولد؟ انك بتتحسن دايما. طيب شكرا يا مطارد يا مريب. ممكن تناديني بسيد المهام عشان انت دايما بتسيب لي مهمات. ده دقيق نوعا ما. في مجموعة من المرتزقة بيرتكبوا جرائم في المدينة. اكيد المرتزقة دول مش ممكن يكونوا تبعك انت مش كده؟ لا كل اللي عرفوا انهم قبضوا تمويل. استنى بص من المهام. لو أنا كنت من المرتزقة وشبه العقرب فين حب مستخبي؟ وراك. لو بإيدي كنت خلصت عليه. بس أوكتافيوس بيدفعلي وعايز يعذبك شوية وأنا بحترم ده. إيه ده؟ أنت حقنتني بإيه؟ هو ايه ده؟ هو ده بحر من السم؟ مش ممكن. مش معقول. اكيد ده السم. ما ينفعش ان انا خاطر. لازم اقف في مكان اعلى وبعدين احلل هو حقني بايه.
ماشي، أنا كده بقيت في أمان شوية. محتاج أحلل السم العصبي ده عشان أعرف أعمل مصل ليه. العقرب عمل حبة تطويرات. عصبي بيسبب هلوسة، عقلي هيخلق كوابيس، جسمي هيفتكر إنها حقيقية. أنا لازم أعمل المصل بسرعة. محتاج الأول منشطات طبيعية. مستخلص نبات إكليبتا ألبا هيأدي الغرض. مشت الجامعة إمباير ستيت قريب، ياريت يكون ده الموسم. مفيش وقت. ماشي، السم وحش. أنا كان لازم أعرف كده. الحاجات دي هتقتلني. خلاص المشت له. المفروض ان نبات اكليبتا ألبا يكون في الصوبة. اهو هناك. هو راح فين؟ هو ده حقيقي ولا بيتهيألي؟ جايز الاثنين. دكتور؟ دي مجرد هلاوس مكثفة، تقدر تعديها. دكتور؟ شكلك زي بالظبط قبل ما الواجهة العصبية تأثر على عقلي. أوهامي كانت دايماً موجودة، لكن الواجهة خلتنا استغلها كلها. لازم أصلح البتاع ده. هصلحها بأي طريقة. دايماً نتحاول نشيل حمل المسؤولية حتى لو مفيش فايدة. مش قادر أقول لك كم مرة ساعدني التفاؤل بتاعك إني أكمل الاختبار في أصعب المواقف. هيوحشني حقيقي. أنا آسف يا دكتور، أنا آسف جدا. صحيح صحيح أنت نجم، بس سمحت تخليني أتساءل عن أولوياتك. قصدي لو أنا فعلا مهم بالنسبة لك، دي ممكن. هي دي إكليبتا ألبا. هيجيلي وقت، لكن محتاج مضاد للسم علشان أعمل علاج زي من المفعول. واحدة من محطات أبحاث هاري كانت بتدور أتروبين صناعي. لازم أوصل هناك بسرعة.
جميل، شكرا يا عقلي. الخوف ده هل ده يسوق في ظهرك؟ العقرب؟ جبت منين الرقم ده؟ الأسئلة اللي ملهاش لازمة، مش ازاي بتصل بيك؟ السؤال هو أنا بتصل بيك؟ يمكن أكون أنا الصداع المستمر اللي هيبقى في دماغك. حقيقة أو لأ، لما خف من السم ده هنتقم منك كمان. كلام كبير من حشرة صغيرة. الأتروك من هناك ده بأحلام وردية. Don't worry. Step aside. Safe.